العالم الذي يأثم بسبب كتمه للعلم، هل هو من يسأل فيكتم أو الذي يكتم حتى ولو لم يسأل عن شيء؟ نعم، إذا رأى الناس على منكر وعلى شرك وكتم ولم ينهم فهو داخل، ولو ما سئل يجب عليه يبين ويدعو إلى الله ويبين للناس ولا يسكت، يقول ما علي منهم. ويدخل فيه من سئل عن علم فكتمه، يدخل في هذا الكتمان أنواع. نعم، فضيلة الشيخ، يدخل فيه من كتم العلم لأجل وظيفة ولأجل طمع دنيا. نعم،